بعد ما حقق الفنان المصري محمد رمضان نجاحات كبيرة بأغنيته الأخيرة الملك ونمبر وان وأقوى كار في مصر، كيساعد حاليا المشاركة في أعمال مسلسل جديد مع المنتج جميل مرسي واللي غيتعرض في موسم رمضان 2019. وأشار محمد رمضان خلال لقاء برنامج عرب وود المودة عبر قناة روتانا أن علاقته مع الفنانة ذرة ما تأثرت أثناء وبعد مسلسل نصر الصعيد اللي كانت تعرض في رمضان 2018. وأضاف أنه نفديه مع الفنان المغربي سعد المجرد، لكن كينتظر خروجه بالسلامة من السجن باش يصوروا الفيديو كليب. وكتجمع محمد رمضان وسعد المجرد صداقة كبيرة، وكان حضر سعد العرض ما قبل أول فيلم ديالو قلب الأسد مصر، كما روجات بعض الأخبار عن مشاركة النجم سعد فيلم سينمائي مع رمضان، لكن قضيته في فرنسا أجلت كل شيء. في أغاني جديدة طيب هتفاجئنا بها الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله في حاجات، في مفاجآت حلوة. يعني ربنا يخرج صديقي سعد المجرد بالسلامة، في ديو خلصناه اوريدي وجاهز يخرج سعد إن شاء الله، يطلع براءة بإذن واحد أحد وننزل الأغنية على طول.